أني ولدت بهاي المنطقة، ومن ولدت يعني أبويا أيضا يشتغل بهاي المصلحة. يعني وعيت عليه يعني من الستينات إحنا هنا بهاي المنطقة، لحقت على أبويا يشتغل بهاي المصلحة وتربيت عليها، تعلمت المهنة من أبويا. أنا عمري يعني 6 سنين أشتغل بهاي المصلحة، نشتغل بالأحزمة والأحذية والسروج الخيل وشيالات البنادق والمحفظة والجزدان الرجالي، وقمنا ندخلنا الجداريات والآيات القرآنية. إحنا هاي الشغلة توارثناها من والدي اللي واخذها من والده ووالده أخذها من والده، يعني هي الشغلة متوارثة من أجدادنا. بس قبل كانت هي هاي العمل يعني بالعمل اليدوي، ولحد الآن هي العمل اليدوي، بس إحنا دخلنا عليها المكاين الحديثة حتى نصمم تصاميم أكثر، نوسع العمل أكثر. الخط صار بالليزر، القطع صار بالليزر، وعندنا مكاين وسكاكين جاهزة. بس عندنا هذا التصميم مال مشلح، يجين الزبون راد مشلح عليه صورة واسم، أنا هنا عادة أدخل التصميم اللي راد الصورة والاسم اللي راده، وأجيب الجلاية أخليها بالماكينة، أصممها بالحاسبة، أكمل تصميمها من كل النواحي، وأرجع أعطيها الأمر بالماكينة مال ليزر. عاد الماكينة مال ليزر راح تطبع وتقطع الجلداية حتى تكون جاهزة للتلوين وللخياط. وبعد ما خلصت مرحلة التقطيع بالليزر أو بالقوالب مال البريس اللي هو شكل الحمالة أو مثلا شكل القراب، تجي يمي وراء الطبع والقطع تجي يمي مرحلة الصبغ. إذا ما تشتغل صناعة يدوية بإيدك ما راح تقدر تبدع، لأنه القالب لتقصه لازم تقصه بإيدك، وإيدك تكون مقتدرة على تطلع النموذج الصحيح والنقشة الصحيحة والكليشة الصحيحة. لازم أكون مهنة يدوية حتى تطيها ذوق وتطيها إبداع. أما إذا تعتمد على التكنولوجيا تبقى تقليدية، نفس الحطة نفس الآية، ما تبدع بها.